للاسف انه تلقت مع داك الصداع ديال الجامع العام واللوائح وكذا الى اخره. السيد الرئيس الحبيب سيدي نور بعد ما كان اتصل بيا هو شخصيا هاتفيا وقال لي خلي لي طلب في المقر وراه ما كاين حتى مشكل الى اخره. الحلقه الثانيه كانت غادي تكون مع رئيس عصبه السوس عبد الله القاسم حتى جات الحادثه السير ديالو. الحلقه اللي كتب فيها الله سبحانه وتعالى باش تكون هي هذه اللي تكون في التشيره، وكان واحد الحلقه تكون من وراء هذه مع الرجل ديال الهند، ولكن لقيتها فاش تكبر بجد الرجل غتكون في بلاصمون الدار البيضاء حتى هي. قلت لها اتفقنا مع الاخوه الاحساجي باش نخليوها حتى نديروا معها شي لقاء من وراء الدار. اذا هذا هو الاطار فاش دخل هاد 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 سميتو هاد هاد الحلقه. وكان عندي رشيد عبد الواحد، ومن خلالكم الشكر الجزيل لاخواننا المغربيين الجاويه للجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه باسم مكتب المشير للنادي الاولمبيك التشيره. بغيت نشكركم على هذه البادره الطيبه لانها بادره كنتمنى تبقى سنه قطعه، لان حل للتواصل ما بين الانديه ولا ما بين الجمعيات بصفه عامه والصحافه الجهويه ديالنا صح. حتى هو مع اولمبيك التشيره هو الناطق الرسمي ديال اولمبيك التشيره، لكن كان شي اسبوع ولا شي حاجه ولا شي هذا راه السيد حاس معي السجن غير باش كيما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سعداء كمكتب المشير للنادي الاولمبيك التشيره باش نحضروا هذا اللقاء التواصلي مع المندوبيه الجهويه للجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، ولنا الشرف باش نديروا صله الرحم مع مجموعه من النساء ورجال الاعلام ديال المحليين ديال 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 الجهه ديال سوس. كنا كنتمنوا انه البادره تكون يعني منذ مده باش نبقاو دائما في تواصل مع المتبعين والمحبين ديالنا ديال الاولمبيك التشيره، ولكن الحمد لله هذه كنتمنى تبقى واحد السنه اللي تبقى دائما تعاود باش تقربوا كما تنقول تقربوا من نساء ورجال الاعلام، تقربوا من المحبين، تقربوا من الجماهير ديالنا باش نوصل لهم يعني الاخبار والحقائق ديال النادي والاخبار يعني اليوميه ديال النادي. وان شاء الله الحمد لله يعني دازت الامور بمستوى كبير، دازت ما سخيناش بهاد الساعتين اللي مرت، ان شاء الله نعاودوها يعني في الايام القليله المقبله. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.